بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تستضيف مدينة مراكش المغربية غدا الأربعاء الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي. يأتي الاجتماع في إطار مواصلة العمل والتنسيق الدولي في مكافحة داعش مع التركيز على القارة الأفريقية وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.